عن افتخاري بتواجدي أمامكم اليوم أنتم ممثلين الأمة وأنتم اللبنة الأولى في إعادة البناء المؤسساتي الذي كنا نطمح إليه في جزائرنا الجديدة ألا وهو المجلس الشعبي الوطني وتجديد مجلس الأمة. أشهد لكم بالنزاهة وأشهد لكم أنكم أول برلمان لم يسد آنذاك في تعيينه وفي انتخابه لا مال نظيف ولا مال فاسد. مما أتاح لما يقارب 30% منكم شباب أن يدخلوا أول مرة في حياتهم غرفة مجلس الشعب الوطني.